هلو هلو، اهلا بيكو. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك عشان تدعموني وتدعموا القناه. ثانك يو فيري ماتش. سو فيديو النهارده زي ميك اوفر للسم، فيديو سريع زي ما انتم شايفين، مدته مره بسيطه. سو القصه ورا السم ديت، انا وصحابي ومجموعه من السيمرز العرب عاملين زي جروب مشتركين كلنا بنشارك حبنا للسيمز والكلام ده كله. سو واحده منهم عملت سم وحطتها على الجاليري على اساس كلنا نعمل لها ميك اوفر زي ميني تشالنج كده ما بين. So التشالنج كان ان احنا نعمل لها makeover but بالبيز جيم بس، من غير استخدام اي custom content، من غير استخدام اي packs. but انا فشلت فشل ذريع في التحدي دوت because وانا بعمل لها makeover نسيت تماما انه ما ينفعش نستخدم packs. so استخدمت كل الباكس اللي عندي، واكشلي عملت لها تو فيرجنز. عملت فيرجن انه في دماغي كنت تبع الشروط تبعت التحدي، يعني ان انا ما بستخدمش كاستم كونتنت، والنسخه الثانيه استخدمت فيها كاستم كونتنت براحتي. بس للاسف حتى النسخه اللي انا كنت متوقعه، اللي انا كنت بحسب ان انا ماشيه بالقوانين فيها، طلعت برضو ما اشتبع القوانين لاني استخدمت فيها الباكس وكان المفروض استخدم بس البيز جيم. بس anyways في الاخر طلعت كيوت in my opinion. حاولت اخلي تو فيرجنز قريبين من بعض، ليهم نفس الستايل بس واحده بكاستم كونتنت واحده من غير. وزي ما انتم كلكم عارفين انا ما بحبش استخدم الالفا كاستم كونتنت، دايما الكاستم كونتنت كل الكاستم كونتنت بتاعتي كلها ماكسز ماتش، لاني دايما بفضل انه الجيم كل الحاجات اللي في الجيم تبقى متماشيه مع بعض، ما يبقاش في حاجه فيري ديفرنت شكلها مختلف قوي عن الحاجات الثانيه. عشان كده مش بحب استخدم الفا، لانه لحد دلوقتي دايما ناس بيقولي على انستغرام على الدايركت مسجز وكده بيقولوا لي ياو ليه مش بتستخدمي كاستم كونتنت، السيمز بالكاستم كونتنت بيطلعوا شكلهم احلى. انا لايك جايز انا بستخدم كاستم كونتنت بس كل اللي بستخدمه ماكسز ماتش. سو بات يا استمتعت صراحه بالتحدي. دايما انتم عارفين ان انا ما بحبش كتير اني اعمل ميك اوفرز، مش بحب لاني بحتار، الحيره ديت بتنرفزني. فلانه اساسا انا مش مهتمه بالفاشن والحاجات ديت، يعني ان ريل لايف just jeans and t-shirt أو sweats حتى والسلام عليكم. just I do not care الملابس والألوان والشعر والكلام ده كله، just whatever makes me comfortable هو ده اللي هلبسه خلاص. yeah شفتوا صحيح التريلر تبع oh my god journey to Batuu star wars الباك الجديدة؟ so not good. ما كنت I don't know، انا ما عمريش شفت ستار وورز، ما عمريش شفت ولا فيلم منهم، ما اعرفش القصة. I know انها بتتكلم على السبيس and that's it، ما اعرفش اي حاجة تانية. فمش متحمسة لها ابدا خالص. وبرضو كتير من الكوميونتي يا حتى الفيديو تبع التريلر الديسلايكس عليه اكتر من اللايكس. I know ان في كتير ناس التوكسيسيتي بتاعهم وصلت لدرجة انهم بيهاجموا الجوروز على تويتر، بيشتموهم وكلام زي كده. That's not fine, that's not cool، مش تصرفات لذيذة أبدا. But yeah حتى ال I don't know man I don't know، كان الأولى إن هم تعرفين إنه أوكي دايما بيقولوا الجيم باكس دايما بتبقى حاجات محددة قوي، بتبقى حاجات نيش قوي، مش كل الناس هتعجبهم، وده الهدف من الجيم باكس بعكس الإكسبانشن باكس. الإكسبانشن باكس المفروض إن هي حاجة جنرال قوي كل الناس هتحبها، سو الجيم باكس تبقى حاجة مخصصة، مش لازم تشتري كل الجيم باكس لو مش عاجبنا كلهم. بات لما تكون الجيم already مليانة بugs، already في حاجات أساسية لسه ما اتحطتش زي الكارز، زي السرير اللي هو الدركتين، السرير الدركتين اسمه ما بالعربي I have no idea، اللي هو اللي بيبقى السرير تحت والسرير فوق بعض، وخصوصا البجز المليانة اللي كل باك تنزل يجي معها كمية بجز جديدة، والجيم كل God is so annoying. يب وقطتي تحمست معايا في الارجيومنت. But الفكرة انه لو كانوا نزلوا الجيم باك ديت وكانوا اوريدي مصلحين البجز اللي اوريدي في الجيم، I don't think انه كان في حد هيعترض. Yeah sure Star Wars مش كل الناس من محبي Star Wars، مش كل الناس عاوزين يدخلوا Star Wars في The Sims 4، but at least إنه الجيم كويسة. بس لما تكون الجيم أساسا مليانة bugs، السكين تونز الغامقة مش شغالة كويس، فيها مشاكل خصوصا مع الميك
الميك اب والكلام اللي زي كذا، وبعدين تيجي تضيع لي وقتك وجهدك والبادجت بتاعك في جيم باك ما حدش طلبها ما حدش عاوزها. It doesn't make any sense. المهم خلونا في اللي احنا فيه كده. تقريبا الفيديو خلص. انا ام سو سوري ان الفيديو مره قصير، وام سو سوري برضو انه امبارح ما كانش فيه فيديو، بس بالعاده بنتهز فرصه الويكند اني بجهز كذا فيديو ورا بعض، بس للاسف الويكند ده حصل لي ظروف، يعني حتى يوم الاحد ما كانش فيه فيديو والنهارده غالبا ما كانش برضو هيبقى فيه فيديو، بس قلت خليني حتى لو فيديو قصير احسن من مفيش خالص. سو بكره ان شاء الله نرجع للسكيدجول الطبيعي تبعنا hopefully. And yeah, thank you for understanding, thank you for watching. ومتنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that. وأشوفكم مرة جاية إن شاء الله. Bye.